مرحب حبايبي، كيفكن؟ اليوم بدعمل انا وياكن من كوب شعيرية صغير وملعقة طعام كاكاو. بدنا نعمل حلو كتير كتير سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة بكل بيت. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط الشعيرية بالطنجرة، منضيف ملعقة صغيرة زبدة، بقليهم مع بعض على الغاز. ضيف كمان حوالي ملعقتين طعام زيت نباتي. اذا الزبدة ما متوفرة عنكم بتحطوا زيت نباتي. بس اخدت الشعيرية هيدا اللون، بضيف عليها كوب مي. بسم الله. بخفف الغاز على الاخير وبتركهم يغلوا لتستوي عنا شعيرية. بالوقت اللي حطها فيه شعيرية على الغاز لتستوي رح نكفي الطريقة. بحط كوب حليب، كوب ونص، حطينا كوب ونص حليب، ملعقة طعام نشا، ملعقة طعام كاكاو، ملعقة طعام سكر. كمان إذا حبيتوا بتضيفوا ملعقة طعام نوتيلا، هيدي النوتيلا اختياري إذا متوفر عنكم. تحركوا تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط بهيدا الشكل منطفي الغاز. بالوقت لعملنا فيه المهلبية، هلأ هون الشعيرية استوت عنا، صارت جاهزة، شايفين استوت. بحط من الشعيرية بالكاسات، شوي بالأرض، بحط من الخليط اللي عملته أنا وياكم. عملت أنا كمية كتير صغيرة، انتو إذا بتحبوا بتضاعفوا الكمية. نرجع منحط على الوجه شعيرية. إذا حبيتوا بتزينوا بالشوكولاش البسيط على الوجه. هلأ بحطهم بالبراد أقل شي نص ساعة. هيدا الحلو اللي عملته أنا وياكم بعد ما حطيتها بالبراد نص ساعة. هيدا الشكل النهائي، حلو كتير سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة بكل بيت. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.